يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا الأحد حالة من عدم الاستقرار، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وانخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة 24-17، الإسكندرية 20-17، مطروح 20-14، بورسعيد 23-19، الإسماعيلية 24-18، ونذهب إلى السويس ونبدأ السويس 25-19، العريش 23-15، طابة 24-20، شرم الشيخ 31-21، والغردقة 30-20. ونذهب إلى الأقصر، 28-17، أسوان 28-18، الوادي الجديد 29-14، شلاتين 31-22، وأخيرا حلايب 28-23. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.